ومنذ قليل النهارده كان في مؤتمر صحفي، طبعا احنا عارفين بطوله البال اللي الاهلي حامل لقب فيها ايضا، يعني مستر اجوستي بوست كان ليه بعض التصريحات الصحفيه في المؤتمر الصحفي. تعالوا نروح نشوف المؤتمر الصحفي لمستر اجوستي ونرجع نكمل كلامنا. Very excited to be again in BAL season 4. This being here is a reward for a successful season 2023, but this is starting all over again. You know, we start from the scratch, and just as I said, excited about having the opportunity to play again for this championship, with a lot of respect for every team we have to face, and hopefully us ending with the same success as last year. Yeah, it's an honor to be here, as Coach said, and we're very excited to be playing at home for all the fans. And looks like we're going to have the attendance of last year, so excited for that. And yeah, it's a new season, season 4, so 0-0. We don't have anything guaranteed. Everything has to be earned. So better gets, BL gets better every year, and every team here has earned their spot. So yeah, we're excited for our group, and hopefully we'll have the same result as last year, as Coach said. أهلا بكم في المؤتمر الصحفي مباراة الأهلي غدا. معانا النهاردة مدرب الأهلي كوتش أوغستين بوش وكابتن أو مساعد كابتن الأهلي كابتن إيهاب أمين. في البداية الكابتن في البداية مدرب الأهلي بيرحب بيكم ومبسوط جدا إن هو يبقى هنا النهاردة، وشايف إن وجوده هنا في الموسم الرابع من بطولة البي إل جايزة لجودة الموسم اللي هم عملوه السنة اللي فاتت والنتيجة الجيدة اللي هم حققوها السنة اللي فاتت. طبعا هو هنا بنبدأ هو شايف إن هنا بنبدأ من البداية خالص، متحمسين لوجودنا في البطولة ومكان الاحترام لكل الفرق اللي هنا اللي كلهم استحقوا وجودهم في البطولة. كابتن إيهاب أمين بعد ما وضح ان هو مساعد الكابتن وان محمد النصر هو كابتن الفرقة، متحمس جدا ان هو يبقى يلعب النهاردة قصاد جماهير الأهلي في قلب القاهرة، وشايف ان البطولة السنة دي هيبقى فيها خوف أكثر من السنة اللي فاتت، وده سيزون جديد موسم جديد مفيش حاجة مضمونة في البطولة دي، وان كل فرقة زي ما الكوتش قال استحقت وجودها في البطولة دي، فده شيء يرى ان هم يشتغلوا اكتر في السنة دي. Like I have said before, it's obvious that the league is getting better every year. Like the teams are more prepared, better organized, better recruiting. Like probably the domestic players getting better every year, but also the recruiting of American or import players and African players is totally different than the previous season that I had the opportunity to play, and that makes the quality of the league better. So it's a challenge. It's a challenge every time bigger, and we have to face it as it is. Like every game gonna be a tough challenge. Even now in this season a little bit different because we played twice every team. So it's gonna be challenging also to play the second game against every team. So yeah, looking forward to it. Very excited. الكوتش بيقول ان زي ما هي بقال البطوله من الواضح ان هي بتتحسن كل سنه عن اللي قبلها، وفي تطور واضح في مستوى الفرق نتيجه تطور اللعيبه المحليه بالاضافه الى تطور اللعيبه اللي جايه من بره سواء من افريقيا او من امريكا، وكل مباراه هتشكل تحدي خاص ليها، وخصوصا اكتر السنه دي عن السنه اللي فاتت بسبب ان كل فريق هيلعب ان احنا هنلعب كل فريق مرتين، فالمباراه الثانيه هتبقى صعبه وهيبقى تحدي ضد كل الفرق، فما نقدرش نضمن ان احنا نعرف نكسب كل ماتش، لازم نستحق الفوز كل ماتش. Question for Captain Ehab. People in Egypt and players in general who play basketball view you as an icon of basketball and as a role model. What do you have to tell them and what can the Egyptian fans expect from you this tournament? جاوب بالعربي ولا بالانجلش؟ بالعربي بقى، خلينا السؤال ده سالته بالعربي. اقدر اقول لهم ان احنا يعني عارفين مدى اهميه ان احنا نلعب على ارضنا، ومن مفتقدين يعني كابتن الفرقه سيف سمير، بس معانا دلوقتي كابتن الفرقه ابو النصر، والفرقه كلها اتكلمت ان احنا لازم نتعلم من غلطنا السنه اللي فاتت. خسرنا ماتش مهم بيتر اتلتيكو على ملعبنا، فان شاء الله السنه دي نحاول نلعب ماتشات احسن هنا،
وزي ما كنت قايل ان احنا هنلعب كل فرقه ماتشين، فاكيد الماتش الثاني كل الماتشات صعبه، بس اكيد تاني ماتش ضد كل فرقه هيبقى اصعب، مدربين على اعلى مستوى في الثلاث فرق، فهيبقى في سكاوتنج احسن، فالماتشات بتبقى اصعب. واقدر اقول للجماهير يعني اهم حاجه ان احنا مستنيينهم، عشان احنا تقريبا ما بنلعبش بجماهير في الدوري، ففرصه ان احنا بنلعب افريقيا على ارضنا، ف يعني ان شاء الله نقدر نفرحهم ونثبت لهم قد ايه هم بيفرقوا معانا لما يجوا. اقول لهم ايه؟ يعني ان انا شايف ان هم شايفيني كده، يعني ده شرف طبعا ليا، ومن الحاجات اللي انا يعني بحاول دايما اعملها ان انا ابقى مثلا مشرف لعيب باسكت في النادي الاهلي وفي المنتخب، وان انا يعني احاول على قد ما اقدر ابقى صوره مشرفه واكبر رياضه الباسكت في مصر، عشان حاسس ان هي بدات تكبر مع حاجات كتيره زي الام بي افريكا والام بي ايجيبت والبي ال والاهلي في كاس العالم للانديه وبطوله افريقيا ومنتخب مصر بطوله افريقيا، والبطولات دي كلها حاسس ان الباسكت بدا يكبر في مصر وفي افريقيا. كل التوفيق لفريق السله ولمدربنا جوستي بوش في الحفاظ على لقب البال.